مبادرة جديدة للمصريين لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر. عملية إعادة الإعمار بقرية جهينة الغربية بمركز جهينة محافظة سوهاج تمهيدا لتسليمها شهر أبريل المقبل. تعتبر هذه القرية قرية جهينة الغربية بمحافظة سوهاج هي القرية 12 ضمن مبادرة مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان ووزارة التعاون الدولي التي انضمت مؤخرا كشريك بالمبادرة بعد توقيع بروتوكول مشترك لاستكمال مسيرة المبادرة التي تستهدف حوالي 40 قرية برأس مال يصل إلى 120 مليون جنيه. قام بتوقيع البروتوكول الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، وعلى الجانب الآخر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان. طبعا احنا شايفين على الشاشه عنها مجموعه صور التجديدات هناك، وده اللي احنا بناكد عليه كل شويه، دور رجال الاعمال الهام جدا في المرحله دي. رجال الاعمال اللي بيقفوا جنب بلدهم، رجال الاعمال اللي في اي وقت بيبقوا جنب البلد، زي ما هم بيشتغلوا في البلد بيعملوا الاقتصاد، بيبنوا البلد دي، لكن لهم دور مهم جدا جدا، دور اجتماعي احنا بنشوفه الحقيقه. وطبعا جزيل الشكر لكل رجل الأعمال قايم بدوره.